سيباستيان وبيل تاها في عمق الجبل ودعيا للبقاء في مدرسة داخلية حيث كان الجميع لطيفا معهما. ولكن ولد يدعى بيدرو كان فظا مع بيل. شيء فظيع حدث تلك الليلة، اشتعلت النار ووصلت إلى غرف نوم الأولاد. بيدرو الفظ فشل في الهرب وبقي في الداخل، لكن بيل خاطر بحياته واقتحم النار وأنقذ بيدرو رغم معاملته الشرسة والسيئة له. يا إلهي، لقد احترق كل شيء، وسريري أيضا، وسريري أنا، أين سأنام؟ دميتي احترقت. الرحمة يا رب. لقد هطل المطر. ماذا يجب أن نفعل؟ هذا النصف لم يحترق، لنحتمي بداخله. تعالوا. سوف تبتل أسرع، تعال. إنها غلطتي أنا، سامحني يا ربي. ابتسم يا بيدرو، لنتكلم عن الموضوع معك. ماذا سنفعل بعد الآن؟ أرأيت؟ بل قال أيضا ألا تحزن. اسمعوني جميعكم، هذه تجربة إلهية يجب أن نتغلب عليها بقوة، حسنا؟ لكن ماذا سيحصل لنا؟ سأذهب إلى المركز في المدينة وأستشيرهم عن هذا الموضوع. إلى المدينة؟ لا تقلقوا يا أولادي، سأطلب منهم مساعدتنا. ارتاحوا ودعوا الأمر لي. أمي كوني حذرة. نحن معتمدون على الله وعليك. قالت ألا نقلق، ماذا ستفعل؟ سترسلنا إلى دير آخر. جميعنا معا؟ هذا مستحيل، سيذهب كل في ناحية. لا لا أستطيع، لا أريد الاشتراك عنكم. هذا خارج عن إرادتك، إنها النار. سوف تبتلين، لندخل ونحتمي من المطر. أنا أبني بيتا، لا دعني نفترق لو كان لدينا منزل. هذا صحيح، لنبني لنا منزلا. بلى، بيدرو هنا، كان يساعد والده بالبناء، نستطيع القيام بذلك إذا أرشدنا على طريقة البناء. لا لا أستطيع. بيدرو، هذا مستحيل على المبتدئين. لا يمكنك الجزم قبل أن تحاول. كلا، بناء المنزل صعب جدا. لا بأس، أنا متأكد أنه يمكننا ذلك إذا حاولنا معا بقوة. لنحاول، لنرفع الإنقاذ. بل ساعدني. أه.
أوه نوفا كيل. يا إله يا أولئك الأولاد مصممون، ماذا يجب أن أفعل؟ لن يزداد وضعنا سوءا إذا فشلنا، فلنحاول. لا أنت أيضا. سأساعد الأولاد. حسنا، من حسن الحظ أن المعدات لم تحترق. هات عنك. شكرا. بيدرو غريب، ماذا جرى له؟ لقد اختفى، لقد هرب. هرب لماذا؟ إنه لا يريد أن يعمل. لا يمكن، بيدرو ليس سيئا لهذه الدرجة. بيت ساعد بيدرو ورغم ذلك هرب بيدرو. لا، بيدرو لا يهتم بذلك، هو كين على حق، أنا متأكد. إذن لا يمكننا بناء المنزل. لا بأس، نستطيع العمل بدون بيدرو، سنعمل بأنفسنا. هيا بنا. أوه يا إلهي، دعني أحاول سيباستيان، أنا سأقوم بهذا العمل. أو مارتا. يا إلهي أغفر لها هذا من أجل الأطفال. توقفوا عن الضحك وساعدوني. حسنا راكبوا. عظيم يا سيباستيان. حسنا، نجيب له خشب. بيدرو لماذا لا يساعدنا؟ لماذا هرب؟ هيا بنا لندفع. هذا ثقيل جدا، ماذا يجب أن نفعل؟ بل سوف يساعدنا في جرها. Hey!
هيا بسرعة يا بال. مستعد يا بال؟ قطعة أخرى. لكننا سننام هنا على أي حال. ما الأمر يا بال؟ أنا آسفة جدا، الميتم لا يملك المال، لا يمكننا بناء هذا الدير من جديد. إذا ماذا عن الأولاد؟ ستهتم بهم الأديرة الأخرى. لا، جميعهم معا؟ كلا، كل على حدة. من المحزن أن نفترق، لكن هذا خارج عن إرادتنا، يجب أن نتبع مشيئة الله. لكن يا أمي سيباستيان، ألا يجب أن تجد والدتك؟ هذا مؤلم جدا، لكن جاء وقت الوداع. حاضر يا أمي. هواكين، فرانسيسكو، الوداع، سأشتاق إليكم جميعا. ها
مساكين سيفترقون عن بعضهم. كان بإمكاننا بناء المنزل لو ساعدنا بيدرو. أين ذهب؟ لماذا تركنا وهرب؟ نعم هيا يا بيل. هكذا يبنون المنازل يا بيل. سيباستيان، ماذا تفعل هنا؟ أنا أعمل هنا. أنت لست عادلا يا بيدرو. لست عادلا؟ أجل، قررنا بناء الميتا معا، لكنك هربت وتركتني وحيدا. الأم عادت وأخبرتنا أن الميتا ليس لديه أي مال لبناء دير جديد، لذلك سيتفرق الجميع ويذهبون إلى أديرة مختلفة. اسمع يا سيباستيان، اعتقدت ان بناء الميتم فكرة جيدة، لكنه من الصعب تنفيذه بانفسنا. نحتاج الى نجارين محترفين ومورقين، كما ان الخشب لا يكفي. نحتاج الى الاسمنت والاحجار لبناء الاساس. لهذا السبب جئت الى هنا. هذه هي الحقيقة. لكن لا يمكنك بناء الكنيسة وانت تعمل هنا. معظم اصدقاء والدي يعملون هنا، جئت أطلب منهم مساعدتنا. هذه هي الحقيقة، صدقني أرجوك. لكن ليس لدينا وقت، سيرسل الجميع إلى أديرة مختلفة. هاي بيدرو، بيدرو، وجدنا الأيدي العاملة لبناء الميتم. الأيدي العاملة؟ بيليس وكوبيدو سيساعدان. كم هذا جميل. والدك ساعدنا كثيرا عندما كان حيا، يجب أن نساعدك عندما تكون في ورطة أيها الصديق. دع الأمر لنا، سوف نبني الميتم، هيا بنا إلى الدير. توقفوا. لماذا؟ ما الأمر؟ لماذا؟ ما الأمر؟ ما الأمر؟ ليس لدينا المال الكافي للبضاعة والعمال. المال للعمال؟ لا تعاملنا كالغرباء. هل تعتقد أننا نريد مالا يا بيدرو؟ إنه على حق، نحن نريد مساعدتكم. وأيضا يا بيدرو، أحضرنا كل ما نحتاجه معنا في الشاحنة. هايل، بيليس، كوبيدو، شكرا لكم، شكرا، شكرا. لا بأس، لا بأس. هيا يا بيل. ما هذا الصوت يا أمي؟ كأنه صوت سيارة قادمة. هل وصلوا إلى القولون؟ لا. إنه بل أجل. صباح الخير، أنا هنا من جديد. أوه، هذا بيدرو وسيباستيان. أنا آسف لأنني تأخرت يا أمي. أنه بيدرو وسيباستيان. حسنا، بماذا سنبدأ يا سيد بيدرو؟ سيد؟ كلا، قل لي أي شيء سيد بيدرو، دع الأمر لنا. إنه محق أيها السيد. آسف لرحيلي من هنا دون طلب الإذن منك يا أمي، أرجوك سامحيني. بيدرو، أنا سعيدة لعودتك. من هم هؤلاء يا بيدرو؟ جاءوا ليساعدونا ببناء الميتم بدون أي مقابل. هيا لنبدأ العمل. لنبدأ العمل. هيا.
لقد انتهينا. بإمكانك عمل أي شيء إذا حاولت بقوة. إنه بيت جميل، بيتنا الجديد يشبه القصر. قد انتهينا. شكرا لكم بيدرو، أنت عظيم، أنا أحترمك كثيرا. شكرا شكرا. سيباستيان وبيل ليس هنا. سيباستيان كان هنا. أين هما؟ لقد ذهبا من هذه المنطقة يا أمي. ذهبا؟ سيباستيان أخبرني أنه سيذهب لإيجاد والدته بعد أن ننتهي من بناء الميتم مباشرة. آسفة، لم أستطع أن أشكرهما. لولا سيباستيان وتشجيعه ومساعدته لنا لما تمكنا من إعادة بناء الميتم. لكنه كان ولدا غريبا، جاء إلى هنا صدفة وذهب أيضا فجأة. ألم يكن بيل وسيباستيان صديقين لطيفين؟ نعم. اعتدنا عليهما؟ نعم، وعزيزين. لا يمكن ذلك، لا يمكن وجود أصدقاء مثلهم.